داخل مخيمات للنازحين، وأحد هذه المخيمات تقوم نشاطات عدة للترفيه النفسي تشرف عليها مؤسسات وجمعيات محلية وعربية ودولية. ضمن هذه الأنشطة هي حلقات للتفريغ النفسي للأطفال داخل مخيمات النازحين ومخيمات اللجوء المنتشرة في كل محافظات القطاع، من محافظة دير البلح وأيضا محافظة دير رفح. كما تشاهدون هنا جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقوم بتنشيط الأطفال، وتقوم أيضا بهذا النشاط ضمن خطة على ما يبدو لم تنطلق اليوم، ولكن بالتأكيد ستكون لها نشاطات أخرى وفعاليات أخرى مع الأستاذة هيام فرج الله، هي منسقة المشروع والمشرفة على هذه المجموعة. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني لو حكينا أنه مشروع التفريغ النفسي الخاص بالأطفال لا يقتصر فقط على أطفال خيم النازحين، هل هناك نشاطات أخرى أيضا للخيم العشوائية أيضا للأحياء السكنية؟ إحنا جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ممثل في إدارة الصحة النفسية، قدمنا فعليا 5 مخيمات خلال العيد، كانت من رفح لغاية الوسطى، تم تنفيذ أنشطة مختلفة بس مع الأطفال، كمان مع السيدات والرجال شاركونا نفس الأنشطة. والأنشطة مش قائمة بس على المخيمات، قائمة كمان حتى إحنا بننزل لمراكز الإيواء أو مكان التجمع، وممكن كمان إحنا في الوضع العادي كنا بنعمل هذه الفعاليات في البيوت أو المؤسسات، لكن حاليا المكان غير آمن، وإحنا أهم إشي عندنا أمانة الأطفال وأمانة الأخصائيين والمقدمين الخدمة. يعني قديش عدد المنشطين والمشرفين؟ احنا فعليا في كل محافظة كنا 50 شخص متطوع في داخل الدائرة، فتجمعوا كلهم في 3 محافظتين، فريق خانيون، فريق الوسطى وفريق رفح، فاحنا حوالي عندنا بس الوسطى 60 متطوع. هل بتتعارض الأنشطة اللي بتنفذوها مع الإمكانات الضعيفة المتاحة الآن؟ هي عامة ما فيش إمكانيات عندنا، يعني انت زي ما انت شايفة إمكانياتنا احنا في العادي عندنا إمكانيات أكتر من هيك، ممكن احنا نقدم إشي عيني للطفل، إشي نتري، إشي، بس حاليا فيش لأن الوضع صعب للغاية وما فيش إشي بيدخل على البلد، بس احنا الحمد لله يعني عاملين الفعالية بشكل جيد قائمة بالأخصائي نفسه والمقدم الخدمة. يعني طاقة جسدية معنوية نفسية أكثر ما إنها تكون يمكن مادية. أهم إشي عندنا إحنا لما بنقدم هذه الأنشطة أو المهرجانات إن إحنا نرسم البسمة أو شوش الأطفال والنازحين أو حتى القائمين في البلد الموجودين فعليا ما نزحوش، لأن معرضين لنفس الشيء اللي وصل له النازح. طيب كيف يعني تعاطي الأطفال، أطفال الخيام النازحين مع هاي النشاطات، كيف بتفاعلوا معكم؟ إحنا يعني إحنا عصرنا كذا حرب، يعني حتى الحرب بها توقعنا ما يكونش في فعالية، بس زي ما انت شايفة في حب عند الأطفال ان هم يشاركوا ويطلعوا من الجو اللي هم عايشينه. يعني احنا بنقول دائما ان احنا رسم البسمة على وجوه طفل ممكن هي يبقى مردودها على الأهل، ان انا ابني الحمد لله هادي. يعني معظم المشاكل عند الأهل حاليا اللي اكتشفناه من خلال زياراتنا إلهم بسبب وجود الطفل فيش إله مكان للترفيه، مكان كذا، فاحنا الحمد لله بنعمل على هذا الشيء، ومش اول فعالية يعني زي ما حكيت لك اول لقاء. يعطيك الألف عافية أستاذة هيام، شكرا كثير لحضرتك. إذن يعني مشاهدينا الكرام، هنا عدد كبير من الأطفال يشارك الآن في هذه النشاطات وفي هذه الفعاليات، كما تلاحظون يحاول الفريق قدر الإمكان دمج الأطفال من خلال الحوار معهم، من خلال تنشيطهم في اللعب، وكما تلاحظون الأسئلة والأجوبة، فقط كل ذلك لمحاولة إخراج الأطفال من هذا الواقع السلبي الذي يعيشونه، وحلقات التفريغ النفسي لتنشيطهم وإخراج الطاقة السلبية التي يتعرض لها بشكل مستمر في هذه البيئة الغير صحية وغير السليمة لنمو هؤلاء الأطفال الذين كان من المفترض أن يكونوا في هذه الأيام داخل أروقة المدارس وفي مقاعد وصفوف المدارس. إذن مشاهدينا الكرام، نترككم الآن مع سلسلة من هذه النشاطات لفريق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في محافظة دير البلح.